خبر مهم جدا حابين ان احنا كمان نتابعه مع حضراتكم النهارده. اعتقد انه يهم قطاع من المصريين المهتمين بملف حقوق الانسان في مصر، لانه شغل بال الكتار او كتير يعني في الوقت اللي فات، خاصه مع تدخل بعض الدول الاجنبيه في هذا الامر، وهو خاص باخلاء سبيل باتريك جورج. باتريك جورج هو مواطن مصري عنده 27 سنه، بيعمل كباحث اجتماعي وناشط حقوقي في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة مصرية مهتمة بملف حقوق الإنسان. كان بيدرس في إيطاليا، ومن سنة ونص تقريبا كان نازل أجازة لمصر، وتم إلقاء القبض عليه مباشرة وحبسه احتياطيا بتهمة أنه بينشر أخبار كاذبة وبيروج لإشاعات وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام. تم من قبل محكمة قسم ثاني المنصورة أمن دولة الطوارئ النهاردة يوم الأربع تأجيل المحاكمة مع إخلاء سبيل باتريك جورج. يعني حاليا باتريك جورج هو حر، ولكن يعني مقرر أن تستمر محاكمته لجلسة 1 فبراير لغاية النطق بالحكم. القرار صدر برئاسة المستشار محمد شعبان بعد طلب محامي المتهم بإخلاء السبيل، ومحامية المتهم تحديدا حاولت انها تطلب اخلاء السبيل في جلسات سابقه قبل كده، لكن كانت الطلب ده بيرفض. لكن النهارده تم قبول اخلاء سبيل باتريك جورج واستمرار محاكمته بتهمه نشر اخبار كاذبه، على ان يتم نطق الحكم زي ما قلت لحضراتكم يوم 1 فبراير العام المقبل ان شاء الله. المحكمة كانت وجهت لباتريك جورج اللي هو الباحث والناشط الحقوقي عدد من التهم زي نشر الأخبار والبيانات الكاذبة، والمتهم نفى بدوره جميع الاتهامات الموجهة ليه، ويمكن دي صورة باتريك جورج. عايز أقول لحضراتكم أنه كان في ليه اهتمام دولي بالموضوع، لأنه بعض الأطراف الإيطالية تحديدا بتقول أنه باتريك جورج مع الجنسية الإيطالية، والأمر ده بتنفيه السلطات المصرية، ففي تضارب في هذا الأمر، وبالتالي كان في اهتمام كبير قوي من ممثلين من السفارة الإيطالية أن هم حتى يكونوا موجودين النهاردة في جلسة النطق بالحكم باعتباره يعني مواطن إيطالي، مع وجود كمان عدد من الأقارب والأصدقاء. والسفير الإيطالي رحب بالحكم النهاردة اللي صدر بإخلاء سبيله، وقال أن هم بينتظروا المزيد في هذا الملف.